الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني لأبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وصلوا علي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات. آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ.